السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات منار. وصفة اليوم هي واحد الوصفة اللي سريعة وكتوجد في أقل من 10 دقائق. هي مطيشة بالبيض والبطاطا مسلوقة. فكناخدو المطيشة ونقطعها دوائر من بعد ما حيدنا لها الزرعة ديالها، ونوضعها في المقلاة مع شوية ديال الزيت وشوية ديال الملح والإبزار. كناخدو 4 البيضات كنخفقوهم مع شوية ديال الملح والإبزار، كنخويهم على مطيشة ونزيدو نستفو فوق منها البطاطا اللي سلقنا من قبل. فكنوضعوهم فوق النار، كننقصو لها بزاف، يعني كنوضعوها فوق النار مهيلة بزاف، كنغطيوها من الفوق بشي حاجة وكنخليوها طيب حتى كتطلع بهاد الشكل هذا. صافي، اما كنقلبوها كاملة في شي تبصيلة كنخليوها مجموعة، اما كنقطعوها بهاد الطريقة هادي. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش دعم للقناة مع تفعيل الجرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.